سنتمم إذن شرح الدرس. إذن الطريقة الأولى استعملنا جدول الأعداد لكي نحسب المجموع 15 زائد 43، فحصلنا على المجموع الذي هو 58. كما يمكننا بطريقة أخرى أن نعتمد على المربعات الصغيرة والقضبان. العدد الأول الذي هو 15 نمثله بالمربعات الصغيرة والقضبان، 5 مربعات وقضيب واحد، إذن 15، زائد العدد الثاني اللي هو 43، نمثله بالمربعات الصغيرة والقضبان ونكتبه تحته مباشرة، المربعات تحت المربعات والقضبان تحتها القضبان. إذن ونحسب 5 مربعات صغيرة زائد 3 مربعات صغيرة تعطينا 8 مربعات، وقضيب واحد زائد 4 قضبان تعطينا 5 قضبان. إذن 15 زائد 43 تساوي 58. إذن حسبناها هنا بطريقتين، إما باستعمال مربعات صغيرة بالقضبان أو باستعمال جدول الأعداد، ودائما نحصل على نفس النتيجة التي هي 58. أيضا هنا في جدول الأعداد 58، إذن النتيجة 15 زائد 43 تساوي 58، ونكتبها هنا. إذن المجموع الخرفان التي يملكها أحمد هو كم وجدنا؟ 58، ونكتبها هنا 58. أيضا هنا 15 زائد 43، حصلنا على النتيجة 58 خروفا. إذن فهمتم كيف نحسب طريقة الحساب، يعني جمع الأعداد من 0 إلى 99 دون احتفال، أجمع عدد مع عدد آخر باستعمال الطريقة العمودية، الوحدات زائد الوحدات تعطينا الوحدات، والعشرات زائد العشرات تعطينا العشرات.